بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 81. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الآيتين، وهما قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والآية التي بعدها إلى قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فما زلنا في الاستفادة من الآيتين الكريمتين، وصلنا إلى قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمراد بالرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد موته. فالرد إلى السنة رد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة هما الحكم بين المسلمين في كل ما تنازعوا فيه. ويؤخذ من الآيتين تحريم الحكم بالقوانين الوضعية والأنظمة المخالفة لشرع الله، وأن ذلك ينافي الإيمان، لقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فشرط في الإيمان أن يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله. فدلت الآية بمفهومها على أن من لا يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإنما يرد النزاع إلى غيرهما، أنه ليس بمؤمن. وهذا فيه تفصيل معلوم عند أهل العلم، أنه إن كان يرى أن غير الكتاب والسنة أحسن من الكتاب والسنة في حل النزاعات بين الناس، أو يرى أنه مساو للكتاب والسنة وأنه مخير، إن شاء حكم بالقوانين وإن شاء حكم بالشرع، فإن هذا كافر الكفر الأكبر، المخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن شرع الله هو الأحسن وهو الواجب، وأنه مخطئ في تحكيمه لغير كتاب الله وسنة رسوله، ولكن حمله الهوى أو الطمع أو غير ذلك من الأعذار، فهذا لا ينافي الإيمان منافاة الكاملة، ولا يكون صاحبه كافرا، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله عز وجل. فقوله إن كنتم تؤمنون بالله يحتمل نفي الإيمان كليا، ويحتمل نفي كمال الإيمان بناء على ما جاء في معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في سورة المائدة، وما ذكره أهل العلم هناك من هذا التفصيل. ويؤخذ من الآية الأخيرة في قوله والرسول الاحتجاج بالسنة النبوية، وأنها مصدر من مصادر التشريع الأصلية بعد كتاب الله عز وجل. وفي هذا رد على الذين يشككون بالاحتجاج بالسنة، أو يشككون بالاحتجاج في بعض السنة كأحاديث الآحاد. وكل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به ويتحاكم إليه في النزاع، سواء كان متواترا أو آحادا في العقائد وفي غيرها.
والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا فيه الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويؤخذ من الآية أيضا أن الحكم والتحاكم إلى شرع الله خير للناس وأحسن عاقبة في دنياهم وآخرتهم، وذلك لقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك أي الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، خير للناس في معاشهم ومعادهم، وأحسن عاقبة ومآلا في الدنيا والآخرة. ويؤخذ منها أن التحاكم إلى غير شرع الله أنه شر، وإن زعم أهله أنه خير فإنه شر، لأنه تحاكم إلى غير شرع الله، ولأنه يؤول إلى العاقبة القبيحة والوخيمة. ويؤخذ من الآيتين أن التحاكم إلى شرع الله أحسن عاقبة، وأن التحاكم إلى غيره شر عاقبة. والعبرة بالعواقب والعبرة بالعواقب والمآلات، وليست العبرة فيما يظهر للناس، فقد يظهر للناس أو لبعضهم أن تحكيم الأنظمة والقوانين أنه خير للناس في الحاضر، ولكنه في الواقع ليس خيرا لهم، لا في الحاضر ولا في المستقبل. ولهذا قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا فيه رد على من يزعم أن التحاكم إلى الأنظمة والقوانين أنه أحسن للناس، وأنه إلى آخره. فهذا يرده قوله تعالى: ذلك خير، أي تحكيم الشريعة، ذلك خير وأحسن تأويلا. ويفهم منها أن تحكيم غير الشريعة شر، وأنه أسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. هذا. وننتهي إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله عند النزاع، بين أن هناك من الناس من لا يرضى هذا الأمر، ولا يرضى أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وإنما يرضى أن يرجع إلى نظم البشر وقوانين البشر، وينادون بذلك. فهؤلاء أنزل الله فيهم هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا. ونؤجل الكلام على هذه الآية إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.